يبلغ 7 من عمره، إلا أنه أصبح الإمام والخطيب الأصغر والأشهر في الأردن بأكمله. إنه الطفل عيسى الشريف الذي كسب ثقة المصلين وإعجابهم بفصاحته وبلاغته وطلاقة لسانه وحفظه للقرآن الكريم والحديث. الشيخ الصغير ذاع صيته في مدن ومحافظات الأردن بعد إلقائه لخطبة الوداع الشهيرة والتي أهلته أكثر ليكون إماما وخطيبا لمئات المصلين في المساجد دون استشعاره من الحرج. تفاصيل هذه القصة مع مراسلنا من عمان زيد الخليفات. بسم الله الرحمن الرحيم. رغم صغر سنه ونعومة أظافره، استطاع الطفل عيسى الشريف ذو 6 أعوام أن يوحد الصفوف والقلوب بخطبته المعتدلة التي تدعو للوسطية والابتعاد عن الغلو للعام الثاني على التوالي. واستطاع أيضا أن يؤم جموع المصلين في صلاة التراويح في معظم مساجد الأردن. إن الأمن والسلام هو نعمة من الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اسمي عيسى محمود الشريف، أصغر خطيب في الأردن. قبل 2 سنين بلشت أخطب وبأم في الناس، ويعني هيك كل يوم لازم يكون في جامع مختلف في الحي أو في برا منطقتنا، حتى في محافظات تانية. راح على محافظة الكرك، راح على محافظة إربد، وراح على محافظة جرش. لازم يخطب في رمضان في بعض الناس، وهي موجودة. وفي الجوامع عندنا كتير لازم يخطب ويصلي. دين مزروع في البيت وفيه وكل شيء، بس كمان مهتمين في أكاديميا، لأنه إن شاء الله أنه هو بعقله أنه يكون طبيب قلب، يعني مو انه بس نروح للمجال. فهي عنده موهبة ونحن عم ننميها، وان شاء الله ينفع فيها ربنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله غفار الذنوب، الحمد لله ستار العيوب. الفيديو لم يدهش فيه الشريف جموع المصلين بصوته الجميل الشجي فحسب، بل جعل له جمهورا ينتظره ويرتقبه حتى يسمع ما يرشده من حكم ومواعظ تسهم في بناء المجتمع الإسلامي والعربي وتجعله بعيدا عن الأفكار المغلوطة عن الدين القويم. من ناحية شرعية ومن ناحية فقهية، جمهور الفقهاء على جواز إمامة الصبي المميز مدام مميز. حتى كان هناك صحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الفريضة ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الفعل. ولما حكوا الشيخ عيسى يعني بدور عليه، أنا قاعد بين الشيخ صدقا، فلما سمعت صوته يعني فعلا أنه الإنسان سبحان الله، يعني حتى في جنبي مصلين وأنا منهم، يعني أغرقت عينينا من الدموع فعلا. كان شعور رائع هو في الحقيقة، يعني بأم بطريقة جيدة، وكان يتباكى في الدعاء. حتى شيوخ كبار ما بيستطيع أنهم يتباكوا في الدعاء، بدعوا وبقرأوا عادي. ويعتبر الطفل عيسى الشريف أصغر خطيب في الأردن وأصغر إمام يأم المصلين، وله خطبا عديدة أبرزها حجة الوداع التي خطبها الرسول عليه السلام، والتي كانت زاخرة بقيم التسامح وتبين حدود الله والحث على كل ما هو في صالح الإسلام والمسلمين. النشأة السليمة التي يعيشها الطفل عيسى جعلت منه أنموذجا ونبراسا للعديد من الأطفال، وجعلت منه إماما وخطيبا صغيرا في سنه لكن كبيرا في رسالته والتزامه لدينه وعقيدته. زيد الخليفات، تلفزيون البحرين، عمان.